وحل الاجتماعي والاقتصادي الموجود في البلاد. حذاري، نحن مقبلون مش يقولوا ثورة جياع، مش عارفين ايش معناها ثورة جياع. ثورة جياع باش تهزنا الدم في تونس، باش تهزنا البركة بتاع دم اللي ما صارتش 10 سنوات ستحصل وسي عامر اليوم بكل فكرة ثورة جياع. مش كل شيء يستفيد منها ثورة الجياع، باش تتكسر تونس تدقدق. بمعنى الثاني نشوف أنا تقييمك سلبي لل 14 شهر اليوم، كيف تقيم سياسيين على الأقل؟ لأنه أحدثت حبينا نكرهنا أحدثت نقلة سياسية كبيرة، لأن كنا نعيش في أزمة زادا لم نكن في جنة قبل 25 جويلية. لكن كيفاش تقيم ربما هذا المسار السياسي اللي قام به رئيس الجمهورية لمدة 14 شهر اليوم؟ هل فشل في تجاوز هذه المرحلة السياسية وهذه الأزمة السياسية قبل ما نجيو للأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية في البلاد؟ طبعا لا نعتقد انه لحد الان فما فشل ذريع. نحن في ازمه سياسيه حاده لم تشدها البلاد حتى في عهد بن علي، في قلب الديكتاتوريه بتاع بن علي، في النهايات بتاع بن علي، في الاسابيع الاخيره كان يدعو المعارضين ولو تحت حسمس وكان يناقش فيهم ويسمع منهم، وحتى العديد من الخطوات اللي حب ياخذها واعلنها كانت باعاز وبتوصيه وبنصح من بعض الاطراف السياسيه اللي موجوده الان معارضه للرئيس قيس سعيد. نحن نحكي على بعض الاسماء المهمه وتحدثت عن هذا حتى في مذكراتها. اليوم فما قطيعة تامة بين رئاسة الجمهورية أعلى السلطة في البلاد وبين الطبقة السياسية خاصة المعارضة منها والديمقراطية واللي ممكن تعمل حاجة للبلاد. وأنا أعتقد أنه هذا مش خيار سياسي مهم. البلاد تأن الآن وستظل تأن طالما رئيس الجمهورية ما لعبش دور في جمع كامل التوانسة ونقعد على طاولة واحدة كما قلت قبيل. طبعا هذا ينبغي أن نحاسب زاد الناس اللي 10 سنوات كانوا في الحكم سي عامر وما خلوناش تراث به الحقيقة رب، لا مؤسسة ديمقراطية ولا مؤسسات في الاعلاميه مهمه، مؤسسات بعلياتها تم تدميرها من طرف الجريفة من طرف رئيس رئيس الجمهوريه. طبعا لانها هشه ما كانتش مبنيه على اسس صحيحه. تحالفات ما كانتش تحالفات حقيقيه، كانت تحالفات موهومه. ما كانش عندنا توافقات حقيقيه. انا قلت قبل عامين تو قلت في التلفزه قبل عامين في احدى البرامج التلفزيه قلت عندنا اسمه توافقات مغشوشه سميتها انا. وانا اول من اطلق كلمه توافقات مغشوشه بكل تواضع هو عبد الله في احدى البرامج، وتخذات علي هذه بسياخ اخرى، ذاك موضوع اخر. قلت هو فقط مغشوش علاش وهشه، لان ما كانتش مبنيه على اسس نتاع برامج سياسيه، كانت مبنيه على اعطيني ونعطيك، حطني في الموقع الفلاني ونحطك في الموقع الفلاني. مش هكا توافقات، توافقات على برنامج سياسي. ماذا نفعل للدوله؟ ماذا نفعل للمجتمع؟ كيف نغير الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي؟ هذا لم يكن موجودا. ولذلك علينا نبني توافقات تقوم على هذا الاساس. وهنا ادعو جبهه الخلاص اللي هي ربما تقود المعارضه الان بشكل من الاشكال، وحتى المعارضات الاخرى للجبهه الديمقراطيه وغيرها. اليوم حان الوقت حتى في داخل الجبهه انه تكون فما برنامج سياسي. كيف يمكن الجبهه تقول انا معارضه للرئيس بدون برنامج سياسي؟ والبرنامج السياسي فيه ديدلاين، نحبوا نعملوا كذا، الخطوه الفلانيه كذا، خريطه طريق معينه، ثم فليختاروا شخصيه يقدموها للناس. انا نعرف بالمطالعات نتاعي وبعلاقاتي انه الغرب اليوم ينتظر شخصيه باسم جبهه الخلاص تتقدم وتقود هذه الجبهه وتقول انا البديل لرئيس الجمهورية وعلى الأقل بديل للوضع القادم هذا للوضع الحالي الآن.